استاذ شريف، سلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. كل عام وانتم بخير ومولانا بخير وانتم بكامل الصحه والعافيه. حضرتك واستاذ شريف بخير، اتفضل يا فندم. اكرمك الله. عندي سؤالين. السؤال الاول، ارجو من فضيله الشيخ شرح مناسك حج الاقران، هكون مقرن ان شاء الله. حاضر. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، لو تجاوزت الميقات نظرا لظروف العمل، يعني انا اعقد النيه على السفر من القاهره بالحج ان شاء الله، ولكن في 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 وعند وصولي الى جده هيكون في عمل لمده يوم او يومين، فبيضطرني ما اكونش لابس ملابس الاحرام. في هذه الحاله هل انا ارجع لميقات اهل مصر واحرم من هناك ولا حاضر. ايه فضيله الشيخ يوضح لي. حاضر. حاجه تاني؟ اشكر حضرتك جدا. انا اللي بشكرك وربنا يتقبل استاذ شريف. طيب نروح للأول حاجة، بيتكلم عن المقرن. عندنا في أنواع الحج النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنواع ثلاث، في متمتع وفي مفرد وفي قارن. المتمتع ده اللي احنا أشرنا عليه، اللي هو بيؤدي العمرة وبيتحلل ثم يحرم للحج مرة ثانية يوم التروية. فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر له، ده عليه هدي. والمفرد اللي هو هيؤدي الفريضة الحج فقط لغير ثم العمرة بعد الحج، ده ليس عليه هدي. القارن قرن بينهما، يعني طواف للعمرة وطواف للحج، سعي للعمرة وسعي للحج، هو وإحرام للعمرة وإحرام للحج، هما دول فقط لغير، لكن دول مشتركين. لكن فيما بعد كلها مناسك حج خاصة بقى، يعني عرفات خاصة بالحج، والمزدلفة خاصة بالحج، ومنى خاصة بالحج، ورمي الجمرات خاصة بالحج. لكن القضية هنا في طواف وسعي، أو إحرام وطواف وسعي، هو بيجمع بينهما، وبيبقى طواف للسعي والحج، وبيظل بإحرامه لأنه لأنه حاج. يعني لما بيطوف الأول مش بيطوف طواف عمرة فقط، ده بيطوف طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف عمرة مع الحج، يبقى بيظل بإحرامه، لا يتحلل من إحرامه ساعة أن أحرم من عند الميقات. بيأتي بيطوف طواف قدوم وإن شاء يسعى، وبعد ذلك بقى عنده طواف الإفاضة، ولو ما كانش سعى في الأول بيسعى في المرة الثانية بعد طواف الإفاضة، بيسعى وبيؤدي جميع المناسك، ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وعليه هدي. قرن بينهما. هروح بس لحتة الميقات حضرتك.